كريم، قبل في قناة تونس على فساد في الرياضة التونسية بصفة عامة، عشت حاجات ملموسة سي كريم وإلا فقط خاطر ديما يسمعوا الفساد كأنه شبح، ديما يسمعوا عليهم فماش حاجات ملموسة، لا فماش حد قال راهو عشت وراهو فما وفما وفما. شوف، انا راني قاضي قبل كل شيء اسلام، وانا قاضي في محكمه المحاسبات، وفي مواضيع من النوع هذايا ما نتكلمش من فراغ، وما نتكلمش ما نعرفش نقول، ونعرف معناه فساد، ونعرف معناه سوء تصرف، ونعرف نميز من الامور اللي خدمتي هذي. انا حكيت على فساد في مجال الرهان الرياضي الموازي. الرهان الرياضي هو مصدر اساسي لتمويل الرياضه في تونس، على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى الجامعات، على مستوى سياسات الدوله، تجي من غاديك التمويل. شوفوا صندوق النهوض بالرياضي اللي هو حساب خاص بالخزينه قديش كان في 2012، تقريبا في تقريبا 130 مليون دينار، اليوم لا يتجاوز تقريبا 30 مليون دينار، 100 مليون دينار. ما تشوفش هو الصندوق في حد ذاته ما طورش روحه، الدنيا تبدلت سي كريم توا بال 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 غالي انت بلي باري سبورتيف تبدلوا، حتى هو الصندوق ما طورتش روحه زاد سي كريم. صحيح صحيح، ما طورتش روحه ويلزم تطور روحه. و 2018 انا تقريبا العام الاخراني قبل الاخراني في المجلس الدولي 2018 و 2019 قدمت شخصيا زوز فصول في قانون الماليه تاع 2018 يسمحوا للشركة نهوض بالرياضة البرومو سبور ب يعني ادخال العاب، انواع من الالعاب الجديده اللي جو دو غراتاج، اللوتو كذا، هذا يطلب منها تاهيل. شركه البرومو سبور عندها جانب مقصره فيه ايضا الشركه، ما نقولش ليه، ولكن في المقابل شنو، مش نحكي على انا الشركات، نحكي على مداخيل الرياضه يا اسلام. المداخيل هذيك ال 100 مليون دينار كان 40% منها كانت كلها تقريبا اكثر من 40% تمشي للجامعات وتمشي لسياسه الدوله في الرياضه. ما عادش فما اليوم كي تشوف البنيه التحتيه مهترئه، لانه مداخيل الصندوق هذيك تراجع بطريقه رهيبه. لازم نلقاو حلول، لازم نلقاو حلول باش مداخيل الرهان الرياضي اللي هي بمئات الملايين من الدنانير تمشي للدوله. دل الحديث هنا على قانون الهياكل مثلا، من الحاجات اللي عباد حكيت عليهم. انا حكيت على الفساد من النوع هذا، لانه تعرف القانون راهو سيري حتى لين تبدلوا. كي تبدلوا دوله ما عادش، لانه بالقانون مداخيل الريان الرياضي 50% تمشي لل 40% تمشي للمتراهنين و 50% تمشي للصندوق. اليوم اللي يمارسوا في الريان الموازي قاعدين يدفعوا في 50% لخزينه الدوله، لصندوق النهوض بالرياضه. 25% ظهر لي يدفعوا الدوله. لا يدفعوا في تي في اي، خارج القانون. يبدل الاطار القانوني نتاعك وسكرها شركه البرومو سبور كدوله. قول انا ما عادش حليته هذا السيكتور المناسب. في كل الدول العالم الرهان الرياضي راهو مونوبول تاع دوله. لا فرونسيز دي جو في فرنسا اللي هي تجاري في الاف المليارديرات، شركة تملكها الدولة 100% وممنوع منعا باتا ممارسة أي رهان رياضي خارج منظومة لا فرونسيس دي جو، لأنه فيها مس بالنظام العام. ما عليش مونوبول، أما هذا ما يمنعش اللي الدولة لازم تراجع قوانين وتراجع آلية التصرف وتطور الشركة اللي تعمل في النهوض بالرياضة، تطورها وتحسنها. في الأثناء مداخيل كبيرة قاعدة تمشي في الطبيعه او في جيوب ناس استكرشت اليوم بالعمليه هذه، فهمني، بتاع الرهان الموازي على حساب الرياضه، وعلى حساب كره اليد، وعلى حساب كره السله، وعلى حساب الرياضات الفرديه. هذا الحق والواقع، ولازم تقولوه، ما تقولوش تطور روحك وما تطورش عندي. مش خاطر تجي تعمل عندك لهنا بيبليسيتي، لا ماهيش تعمل عندنا حتى بيبليسيتي باش نبداو متفاهمين. لا مش نحكي على اكسبريس اف ام، نحكي على اذاعات اخرى ولا في التلفزيونات الاخرى. وقت اللي الهيكا قالت ممنوع، الهيكا خرجت قرار وقالت يوم من عمان عم بيت وين؟ اي ما عادش تعديو ذا هالدي يتعديو، يعني تفرش فيهم تعديو، فهمني. ولذا يا اسلام هذا فساد بعينه، هذا فساد بعينه، وهذه اولويه. وانا قلت سي كمال دي، قلت كان تحب تعاون الرياضه اجبد فلوس تاع الرهان الرياضي رجعها للمسلكه
طبيعي. طبيعي. ولا اعمل قانون حلها للمنافسه ما نقول لازمك تدفع للدوله. سي كريم انت هذا فساد كبير في قطاع في قطاع الرياضه وقاعدين الرياضه قاعده السوفر اكوز دو سا. انت رجل كره يد بالاساس سي كريم، ايش قولك في الكلام اللي قاله وديع الجريفي في التاسعه بخصوص جامعه كره اليد انها فرع من جامعه كره القدم وحاجه من نوع هذا، في حتى تقزيم لبقيه الجامعات الاخرين. معناتها هذا يتحسب في السياق اللي كنت انا نحكي فيه. اليوم وقت اللي 80 او 90% من المداخيل تمشي لكره القدم، وقت اللي معناتها نشريو حقوق بث كره القدم بمليارات وما نعديوش بقيه الرياضات في التلفزه، ما يتعديوش. وزاد مش معناتها كانت التلفزه غاد، حتى الجامعات لازم يحسنوا المنتوج نتاعها. هذا كله يجعل الكلام هذا وقت اللي جامعات تجري في حظوظ معناتها سيواديا معناتها تصريع غير موفق بتاتا منه. معناتها كنا نتمناو كونه يحترم اكثر كره اليد والناس اللي خدمت في كره اليد، والرياضه هذه راهي في قلوب التوانسه ما يضيع حتى رياضه. صحيح يمكن كره اليد كره القدم الرياضه الشعبيه الاولى عند الاعلام وعند برشا عباد، ولكن في 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 مستوى التوانسه واللي تحرك التوانسه راهو كره يد ما تقبلها حتى رياضه اخرى. فهمني، حتى رياضه اخرى فهمني، لانها الوحيده القادره باش تنافس على المستوى العالمي وباش تلعب مع المانيا بدون مركبات ومع فرنسا بدون مركبات ومع النرويج بدون مركبات. وما نبداوش خايفين لان ياكلوا 8 ولا 10. صحيح فهمني. كنت ديما تبدي مواقفك نتاعك حتى صفحتك في مواقع التواصل الاجتماعي نتبع فيك هذا راني ما يمنعش كونه راهو بالنسبه لي انا وديع الجيري معناتها يدافع على الرياضه نتاعو حق من حقوقه، ولكن مطالب باش يكون شويه اكثر احترام للجامعه. كنت نستنى انا من رد من رئيس الجامعه الحقيقه، انا رديت معناتها كرئيس سابق، ولكن كان هو المطالب باش يرد على علاش ما ردش؟ ما عرفش انا كلمه وشوف هو ماهوش معناتها ماهوش موجود رئيس الجامعه عاش عليه. كنت مع تعليق نشاط وديع الجري من قبل اللجنه الاولمبيه عملت تدوينه في الاطار هذا، كنت مسيان تعليق نشاطه. لا ما عملتش تدوينه في النتيجه. موجود لا. كيف كنت انتقدت حتى اشرافه على انتخابات النادي الافريقي كيف زاد؟ اشراف انتخابات النادي الافريقي موضوع اخر. ما عملتش تدوينه. قلت ديما تدويناتك مازلت كانك مازلت متغش شويه على رئيس الجامعه باش ما نقولش خلاف بيناتكم. لا اشوف بالله خلينا نحكي اون فوا بور تو، يعني ما عندي حتى خلاف شخصي مع وديع، وكنا اصدقاء وكنا نتصلوا ببعضنا، وكان في كل مناسبه يبعث لي استدعاءات لحضور ادوار نهائيه نتاع الجامعه نتاع الكاس رئيس الجمهوريه وكذا، ما عندي معاه حتى اشكال بالعكس فهمني. خلافي وين مع خلافي في مواقف. توريت مثلا انا تخلفت مع وديع كي نحى الكناس. هو ذي سبب الخلاف الاساسي بيناتكم؟ دائما من غاديك قلت له واسالني في رايي، قلت له انا غير موافق. فهمني، قال لي الكناس وبيوم وعليهم ويحايل وكذا، قلت له اكثر واحد تظلم من الكناس هو العبد ولله. مش انت، انا تظلمت كريم الهلالي في شخصي، ومع ذلك ندافع على منظومه الكناس لانه مراش حل اخر حاليا الا الكناس، ويلزم توفر للجمعيات وللهياكل الرياضيه درجه نتاع تقاضي وطنيه. درجه نتاع تقاضي عليا على المستوى الوطني قبل ما نمشيو للتاس، هي موجوده بينا ولا بلاش، تنجم تمشي لها في اي وقت التاس، ولكن يلزم يكون فما درجه وقابله وتكاليفها ماشي مرتفعه. واحنا انا كنت رئيس جامعه وقت اللي تعاملت الكناس يا اسلام اثرت على العمل نتاعنا في المنحى الايجابي، وليت اللجان القانونيه وهيك التقاضي الرياضيه في الجامعات تقرا مليح ملفها وتخاف لا قرارها غدوه يتكسر في الكناس فتسعى الى تطبيق القانون، وهذا امر ايجابي. تخلفنا على الموضوع، خلفت ايضا سند مراد المستيري في الانتخابات ما سيناش كريم الهلالي، رغم انك انت كما قال هو استجديته حتى باش تعيش عاونك. عمري ما استجديه، انا بالنسبه لي انا رئيس جامعه كره القدم غير معني بانتخابات كره اليد. علاش مشيت له؟ ما انت ورياض بنور مشيت له، مشيت معناتها رياض اقترح وتوا زيد تعودي في الحكايه هذيا اسلام، معناتها مشيت له في زياره على اساس
معناتها حبيبات وكذا، وشنو رايك في الانتخابات وشنو رايك؟ خاطر قلت لي ما عندوش علاقه معناها انت بالانتخابات. اي نقابل الناس كل، انا في حمله انتخابيه نقابل اي انسان، قابلت مش هو، قابلت علي بن زرتي، قابلت اسلام شو اسمه، قابلت برشا رؤساء جماعات مش كان وديع، نتقابلوا مع بعضنا فهمني، وحكينا وعطيته في المناسبه هذه عطيته راي. بون هو عمل خيار مش مشكل، ما مش هذا اللي مقلقني. ام انا اللي قلت لك الخلاف ما بيناتنا هو خلاف على المواقف. تو مثلا انتخابات جامعة النادي الافريقي، احنا معناتها مراش الجامعة، علاش الجامعة نتاع كرة القدم تعمل انتخابات النادي الافريقي؟ بنا حق خي النادي الافريقي راهو نادي متعدد الاختصاصات، فيه كرة يد وكرة سلة، فيه كرة يد، فيه كرة سلة، فيه كرة طائرة، فيه كل شيء. إذا كان اليوم أي سيدي الجامعة تاع كرة اليد اليوم تقول أنا مختص والرئيس اللي جبته انتخابات جامعة كرة القدم أنا ما نستعرفش به، شو نعمله؟ غير ممكن هذا، فهمني؟ ولذا الاجدر والافضل لمصلحه النادي الافريقي اللي ما نتصورش وديع جريمه يخممشي فيها هو كونه ابناء النادي هم اللي يشرفوا على الانتخابات. معناتها انا كي نعطي رايي في موضوع مش معناتها انا نتخالفوا انا وياك اسلام في موضوع نوليو عداوات ما بيناتنا، ما مش هذا الموضوع. خلاف فقط مواقف واراء. في مواقف في اراء، ما عدا ذلك انا اتمنى الخير لكره القدم التونسيه واتمنى نجاح لكره القدم التونسيه ونحب الجامعه كي تبدا مشعه في العالم ومحترمه في العالم، انا يشرفني ويسعدني كرياضي وكمنتمي للحركه الرياضية في البلاد. وانا بالمناسبة ندعوه باش يحل مشكلة هلال الشابة مثلا، معناتها مشكلة غير مسبوقة ممكن في تاريخ البلاد، معناتها نجم تعاقب رئيس الشابة كان خالف وريت اللي هو خالف وهيك الكرات اللي هو خالف القانون، تعاقبه تقصيه حتى من الحركة، ما تعاقبش الفريق. اما النادي راهو ماهوش ملك لا توفيق المكشر ولا حتى حد، هو ملك المدينه اللي ينتمي له، هو ملك الشعب نتاعو، هو ملك جماهيره، هو ملك تاريخه، ما تنجمش تقسيه بالطريقه هذه. هذا هو اللي معناتها كيف نتخالف انا وياك في راي، راني مانيش عدوك.